اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، وحلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. مع اسرار الحياه بنتعلم وبنستفيد من كل جديد، والنهارده موضوع حلقتنا جديد خالص. جايين النهارده معانا مدربين شداد جدا، هيتكلموا لنا عن مبادره حلوه جدا، مبادره بطل من الشارع. طبعا قبل ما ابدا الحلقه بتاعتي اصبح على استاذتنا الجميله استاذه ايه. صباح الفل يا استاذه ايه. صباح النور يا استاذه هند، وكل سنه وحضراتكم طيبين والساده المشاهدين طيبين. طبعا احنا النهارده بنتكلم عن مبادره بطل. مبادره بطل من الشارع هي بمعنى اصح ايه السعاده. دول شباب حققوا السعاده في حاجه بيحبوها، بمعنى اصح السعاده ملهاش حاجه معينه. لما كتبنا ايه معنى السعاده او ازاي نحقق السعاده، الاراء كلها اختلفت. اللي قال السعاده في المال، واللي قال السعاده في وجود الاولاد، واللي قال السعاده في وجود النجاح والاهداف. فاحنا النهارده هنعرف ايه سعادتهم او حققوا ازاي السعاده من مبادره ابطال في الشارع. ازي حضرتك؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. استاذ محمد، طبعا انا عاوزه حضرتك تعرف نفسك للساده المشاهدين اكتر. تمام، انا كابتن محمد ابو علم، مدرب كره قدم، ربنا يخليك، وبعمل ماجستير في التدريب الرياضي، وحابب ان انا اكمل في التدريب وان انا اطور من نفسي واعلم من نفسي. ومعنا برضو استاذ محمد، يعني اسمه ان شاء الله اثنين محمد. كابتن محمد حسني، مدرب كونغ فو العاب قتاليه، خريج تربيه رياضيه خريج تربيه رياضيه، ومحضر برضو ماجستير في الكونغ فو. لا، ماجستير في التدريب الرياضي. جميل، اهلا وسهلا بحضراتكم، نورتونا ونورتوا اسره اسرار الحياه. ربنا يخليك. بصراحه لما تواصلنا معاكم الكنترول والاعداد بتاع اسرار الحياه، جات لنا فكره ان انتوا ازاي بطل من الشارع. طبعا المبادره ديت، حكايه ان حضرتك تجيب بطل من الشارع وتعمل له مبادره، دي في حد ذاتها الاسم ده طبعا يعني اكيد خد منكم مجهود وتعب. والفكره يا استاذه هند، يعني انت شايفه الاختلاف كونغ فو مع كره قدم. اختلاف فظيع، يعني مش عارفه انتوا ازاي اتفقتوا. احنا اتفقنا عشان احنا انا ومحمد مع بعض في الكليه بقالنا 4 سنين وفي شعبه واحده، فجت لنا الفكره بعد ما خلصنا. طبعا زي ما حضرتك عارفه ما فيش شغل، فحبينا ان احنا نبتكر فكره بحيث ان احنا برضو احنا عايزين نطلع بطل. تمام. بطل من الشارع. قعدنا فكرنا في الاسم كتير لحد ما احنا عايزين نساعد الاطفال ونكتشف موهوبين. بس حضرنا الفكره واشتغلنا عليها، وبنحاول بقدر الامكان ان احنا نسعد الناس ونكتشف ناس. عملنا اول فيديو معانا، كان اول تحدي معانا عملناه للاطفال، وده اللي احنا نازلين عشانه. نازلين ان احنا نكتشف الاطفال في سن بدري، اللي هو انتقاء الموهوبين بس من الشارع. من الشارع بتنزلوا الشارع وبتدوروا على البطل فعلا من الشارع. تمام، مش مكان تاني. لا، مش الشارع. واحنا كان قدرتوا توصلوا بقى البطل من الشارع؟ طبعا. وقبل لما احنا نبدا المبادره بتاعتنا، كان في طفله، يعني انا شفت فيها الموهبه ان هي ممكن تبقى حاجه يعني، فخدتها واشتغلت عليها، والحمد لله دلوقتي في منتخب مصر اسمها ندى سامح. حلو جدا. ف يعني كذا واحد شاف الموضوع فقال لي طالما انت جبت حد ما هوش كان اصلا في الرياضه ولا في نادي ووصلته لمنتخب مصر، حاول انت توثق شغلك يمكن في يوم من الايام توصل لاي حاجه. طبعا اكيد. كابتن محمد، كره القدم سهله ان انت تتعلمها، بس كونغ فو صعب شويه. هو صعب. هي لعبه قتاليه، بس انت بتقول اطفال، يعني مش ناس كبيره. هي لعبه مش عنيفه، يعني هو بيطلع الطاقه السلبيه، مش السلبيه، او بيطلع العنف بتاعه في الرياضه. بعد ما بيخلص هو طبيعي، مفيش اي حاجه بالنسبه له. لا، بس انا كطفل ما اقدرش اعمل دي، يعني ارفع رجليك اضرب كده، كل دي بتبقى صعبه شويه. وكل حاجه مع التمرين والممارسه يعني تبقى صعبه شويه على الاطفال. كل حاجه بالتدريب، بالممارسه، واحده واحده بيعلى بيه فنيا وبعد كده بدنيا. وبنشتغل شغل معاه، شغل تدريب من الالف للياء. احنا حضرتك تربيه بس رياضيه، بس في اولياء امور يا استاذه ايه بيحبوا اولادهم فعلا يدخلوا في اللعبه دي، والاول حاجه حمايه. تمام. تمام. ان هم يقدروا يدافعوا عن نفسهم. وفي كمان، بعد اذن اقطع حضرتك، في كمان اطفال كتير عندهم مش عنف، عندهم قوه مفرطه. فازاي حضرتك ان انت تستغل ابنك في يخرج الطاقه اللي فيه، بحيث ان انت تستغله توجهه للعبه، لعبه تناسبه. في ابهات كتير وامهات كتير ما تعرفش ابنها مثلا توجهه لايه. فدي مهمتنا احنا، ان احنا ننزل نقدر نعمل مسابقه في الشارع لاي حد ممكن يشارك فيها. نشوفه اللي بيوصل معانا، اللي بيكسب معانا الجائزه بتاعتنا، بيبقى هو فعلا عنده توافق عضلي، عصبي، مهاري، يقدر ان هو بيمكنه ان هو يكسب فعلا المسابقه بتاع بطل من الشارع. تمام. وبناء على كده بنشتغل معاه، بندربه طبعا، بنوديه جيم بمبلغ رمزي خالص. والحمد لله الاثنين اللي كسبوا معانا كان هادي مصطفى ويوسف ايمن، الاثنين دول في اول تحدي معانا.
حابب اقول لحضرتك ان ان شاء الله الفتره اللي جايه هيكونوا موجودين في نادي كويس في مصر، ودول ان شاء الله هنطلعهم ويبقوا اول بطلين معانا. احنا شغالين عليهم والحمد لله شغالين عليهم بمجهودنا الذاتي، مش محتاجين اي حاجه من اي حد. تمام. طب استاذ محمد، كابتن محمد باش استاذ محمد، انت كباتن النهارده، ربنا يخليك. حضرتك طبعا الفكره جات لك ازاي؟ فكره ايه اللي هي التدريب الكونغ فو؟ هو انا بقالي 6 سنين بلعب والحمد لله. يعني اول ما ابتديت خرجت من الجامعه لعبتها ولا كان في شغلانه قبل كده قبليها ولا ايه؟ لا انا بلعب من 6 سنين الحمد لله. الـ5 سنين اللي عدوا انا بطل جمهوريه فيهم. بسم الله ما شاء الله جميل. فانا خلاص يعني خلصت مرحله ان انا بلعب، فالمفروض بقى اللي انا استفدته في الفتره اللي عدت دي كلها اديه بقى للشباب اللي طالعين. بس اكيد حد قال لك انت لعبك كويس فدرب بقى، ابتدي درب. كباتن الحمد لله كابتن هشام ملك وكابتن اشرف الشناوي وكابتن حسام الدسوقي، 3 كباتن دول اتمرنت تحت ايديهم، فخلصت والحمد لله دلوقتي شغال في مجال التدريب. جميل. متخرجين مع بعض على ما اعتقد صح؟ تمام. دفعه واحده. وابتديتوا مع بعض المشروع كله. تمام. بس ازاي بتفهم بقى ان الطفل ده حابب الكوره، الطفل ده حابب الكونغ فو؟ بتبقى ميوله هو ذات نفسه، يعني ميول الطفل ذات نفسه. بس في اطفال، يعني انت بتقول طفل، تمام، انا بلعب اي حاجه تجي قدامي انا طفل حابب ان انا العب. تمام. بس مش هنحطه برضه في اطار ان هو يلعب كوره او كونغ فو، احنا لينا صحابنا برضه في التربيه الرياضيه، فبنبدا نوظف بنشوف يعني مثلا ممكن يبقى دراعه طويل، هو طويل يلعب سله، بنبدا نشوف المواصفات بتاعته ونحطه في اللعبه. تبدا تشوف هو ناجح في ايه وايه اكتر حاجه بيحبها فبتاخده ليها انتقاءه. جميل ممتاز. اكيد. طبعا كنت عايز اعرف حضرتك من ضمن الكلام بتاع حضرتك بتقولي ان احنا بنمول المشروع دوت من جبن او كده، ما فيش حد قدر ان هو يصرف معاكم؟ لا. طيب انا عايزه طبعا اعرف مين اللي دعمكم، مين اللي شجعكم على الموضوع ده؟ والله حضرتك احنا ما يعتبر ما لقيناش دعم، احنا الموضوع دوت احنا شغالين عليه بمجهودنا الذاتي وبشغلنا. طبعا الموضوع مكلف واحنا اشتغلنا عشان نقدر نبدا البدايه دي، طبعا بادئين بدايه الحمد لله قويه من ناحيه التصوير ومن ناحيه ان احنا بنتعب في اليوم، وملخص مثلا 5 6 ساعات بنصور فيهم بنطلعهم في 10 دقائق. تمام. فاحنا برضو الحاجات دي قلنا اللي بيبتدي قوي بيفضل قوي على طول الحمد لله. تمام. فما حدش دعمنا، في رجل اعمال كلمنا رحنا قعدنا معاه عجبته الفكره واتكلم معانا وقال لنا ان شاء الله هحاول ان انا اساعدكم، بس ما كلمناش. ان شاء الله ان شاء عادل. الله. طب كابتن محمد معلش برضو سؤال. اتفضل. احنا عندنا دلوقتي حاليا يعني الفكره جات لكم ازاي؟ اللي انت قلت احنا اشتغلنا مع بعض ابتدينا ان احنا نتدرب فابتدينا ان احنا نتدرب. تمام. بس ايه اللي شجعك على الفكره او ايه اللي حببك في انك تلعب كره قدم؟ اللي حببني ان انا من صغري من وانا عندي 7 سنين وانا بلعب في لعبت في اكاديميه الزمالك، لعبت في نادي السكه الحديد، لعبت في انديه كتير. كنت شايف ان نفسي ان انا الحمد لله لعيب كويس، بس كان عندي حته مضايقاني قوي ان كنت بلعب كويس وفي مدربين كبار شايفيني ما لقيتش حد يوجهني صح. يقول لي مثلا انت تروح مثلا تلعب في نادي كذا، انت مثلا المفروض تعلم من عندك مثلا ال ده. وفي نقطه هنا مهمه، كل حاجه ماشيه بالوسط. ايوه حضرتك دي نقطه مهمه اللي انا عايز اتكلم فيها، ان الرياضه دلوقتي في مصر استثمار. تمام. من بدايتي انا من وانا بلعب المدرب عايز اللعيب يبقى عنده مدى الحياه. ليه؟ لانه هو مصدر دخل ليه، ان هو اللي هو يوديه نادي. طيب دي مش موجوده. استاذ محمد احنا دلوقتي بيتعرض على الشاشه اول فيديو لحضراتكم. تمام. كنا محتاجين بس تعقيب عليه. تمام. ده استاذ محمد كونغ فو. ده انا. ايه اللي شجعك انك تلعب برضو الكونغ فو او حبيبك فيه؟ هو انا ما لقيتش نفسي لا في كوره ولا في لعبه ثانيه، فهي لقيتها اللعبه المناسبه ليا، يعني بطلع طاقتي فيها وبعد ما بطلع بلاقي نفسي مستريح. جميل. وده كابتن محمد ده برضو في مركز الشباب شوبر، ده انا شغال تدريب بقالي 4 سنين وانا في سنه اولى، اشتغلت مع كباتن كبار كابتن محمد الحجر وكابتن اشرف الشرقاوي كابتن محمد السعداوي وكباتن كتير، خدت منهم خبره كبيره. ونصيحتي لاي حد في تربيه رياضيه ابدا اشتغل من وانت في سنه اولى، هتشتغل الـ4 سنين دول هتخلص يبقى عندك خبره كافيه تقدر تخليك ان انت تشتغل في مجال التدريب. ايوه بشتغل وبدرس في نفس الوقت الحاجه اللي بتشتغلها. ايوه تمام. جميل. ومش شرط في تربيه رياضيه، في اي مجال عموما لازم تتعب. جميلة جدا. تتعب يعني. 4 سنين او 5 سنين بدون مقابل. انا الحمد لله اشتغلت الحمد لله عشان انا حابب التدريب وحابب الكوره، كنت بنزل في قمه سعادتي، عمري ما بصيت في ساعه ان انا اتاخر، حتى في شغل الخارجي عندنا سوبر ماركت كنت بقف فيه مثلا 12 ساعه 10 ساعات، عمري ما بصيت لساعه، عمري ما
قلت انا هخلص امتى ولا مش هخلص امتى، لان الشغل بيحتاج حب. طول ما انت بتحب شغلك مش هتزهقي منه، طالما لقيت السعاده في الحاجه دي خلاص. طبعا طبعا طبعا، لو مش بتحب الشيء دوت عمرك ما هتنجز فيه او يتحقق مثلا بشكل كويس، هيبقى بالنسبه لك عبء الشغل بتاعك، هيبقى عبء عليك. فانت يتحول ان انت يتحول ان انت تبقى مستمتع بيه خلاص، ده امر طبيعي، ده وضعك ربنا كاتب لك كده، وتكمل وتحب الموضوع، يا اما تغير الشغل بتاعك خالص بحيث ان انت تلاقي نفسك في الشغل ده. طبعا اكيد. في مكان معين بتدربوا فيه الشباب ولا؟ ان شاء الله هنفتح اكاديميه كوره كمان شهر. تمام. اكاديميه على اعلى مستوى. كوره وكونغ فو ولا كوره بس؟ خلاص اعتزلنا حاليا. هو محمد فاتح، هو انا شغال يعني، انا عندي الاكاديميه بتاعتي وبدرب في نادي السكه الحديد. جميل جميل قوي. وبدرب في نادي تاني برضه. بس مش شايفين ان انتوا سنكم صغير على الانجازات الجميله والمجهود اللي انتوا عملتوه ده؟ ده بالنسبه لهم هدف جميل جدا. الشباب يعني بيفكروا في كده، الحمد لله صغير بس عملتوا حاجه يعني، يعتبر الحمد لله عملت حاجه. الحمد لله احنا قاعدين على القهوه بمعنى اصح. طبعا لا بس ما شاء الله عليك. وفي نفس الوقت حابين نطور من نفسنا، فبعمل ماجستير في التدريب الرياضي، بحيث ان انا يعني حلم عمري ان انا ادرب النادي الاهلي، ده انا هشتغل عليه. ومحمد برضو وانا ان شاء الله بقى اظهر مدرب، يعني اظهر مدرب لمنتخب مصر ان شاء الله. طبعا الله. نجاح في برضو شهادات بنطلبها من الكنترول، الشهادات برضو عايزين نطلبها من الكنترول، هي تظهر على الشاشه. تمام. في شهادات حضرتك بعتها، فبنقول للكنترول يظهر على الشاشه. تمام. دي كانت شهادات دورات واخدها في الاصابات والتدليك والعلاج الطبيعي. تمام. وخدت الحمد لله خبره منها تديني الكفاءه ان انا اقدر اتعامل مع اللعيبه اللي معايا، اي حد اتصاب اصابه اقدر ان انا يعني الحق الاصابه. طبعا حاجات كتير اتعلمتها. تمام. كابتن محمد اشتغلت ايه؟ الو معانا مداخله. انا اشتغلت كاشير. طب معلش معلش بس معانا مداخله استاذ بدرس. تمام. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاك يا فندم بس وطي التلفزيون عشان يسمعوك. مساء الخير. مساء النور يا فندم. ايوه يا استاذ بطرس مع حضرتك، اتفضل. شفت لي الشبكه. هو مساء الخير. مدرب بطل دوت جميل جدا، وجدع طول جدع طول محمد حسين واليوم الثالث. مش سامع حاجه والله. هو الصوت يا فندم معانا الصوت. طيب ترجع لنا تاني يا استاذ بطرس لغايه بس لما نشوف حكايه الصوت ده. الشهادات بتترد على الشاشه اهي دلوقتي. تمام. دي كانت فين دي؟ كانت فين بقى؟ اتكلمنا فيها عنها. دي كانت من جمعيه الشعوب العربيه. دي طبعا دوره موثقه ودوره حلوه، قدرت ان انا اخد فيها خبره كبيره الحمد لله، والحمد لله خدت الشهادات يعني. ممتاز. ايه يا استاذ محمد؟ خدت شهادات ولا؟ انا خدت شهادات اسعافات اوليه والشهادات بطولات بتاعتي، لكن ما اتجهتش لدورات ثانيه. مش انا كنت سالتك قبل الاتصال كنت بتشتغل ايه قبل ما تلعب؟ اشتغلت حاجات كتير. انا كنت بلعب يعني، كنت الاول بمارس فنيه لعبه، فهي ما كانتش بتدخل لي دخل، فانا كنت محتاج ان انا اشتغل. اشتغلت كاشير، اشتغلت في مطعم، اشتغلت في كافيه. جميل. دلوقتي شغال في المجال بتاعي. حبيت ان انا اتخصص بقى في الحاجه اللي انا شغال فيها. وعمره مش شغلي كان يبقى اهم حاجه نبني نفسنا كويس وناسس ونعرف هدفنا ايه. صح. طبعا حضرتك ده اللي انتوا عملتوه بجد يعني، ممتازين بسم الله ما شاء الله. ربنا يخليك. ربنا يخليك. ده هدف جميل، وانهم يعملوا فريق جميل زي كده الواحد برده ما يستغرب ان هم بسم الله ما شاء الله في السن ده وقدروا ان هم يعملوا اكاديميه. لا واختيار الصديق برده هنا يعني، هو اللي انا مختار صديقه ما يعني برضه اختلف. بيكملوا بعض. طبعا. اكيد طبعا. توينز بطل مش شارع. انا محمد حسني ومحمد حسين، حتى احنا في الشعبه في التربيه الرياضيه مع بعض على طول، احنا حتى في الامتحانات مع بعض. درجاتكم زي بعض بقى ولا مش زي بعض؟ لا مش زي بعض. كده بقى بتغشوا من بعض. لا لا. الفتره الجايه تشتغلوا في ايه ان شاء الله؟ ان شاء الله الفتره الجايه هنشتغل على الموضوع اللي احنا فيه، وعايزين ان احنا نوصل للناس. ننزل حتى ان شاء الله لما نتعرف في بلدنا. مش هنهتم بالمحافظات، نهتم بالكره والنجوع. الناس دي الحتت دي فيها مواهب كتير مدفونه. نقدر ان احنا نشوفها، والحمد لله الواحد قدر يكون علاقات حلوه ان هو يقدر يوجه صح. والحمد لله اصحابنا كلها في المجال الرياضي، سواء سباحه، تايكوندو، سله، هاند بول، اي لعبه الحمد لله معانا ارقام مدربين. نقدر ان احنا مدربين خبره الحمد لله، نقدر اللي يجي لنا احنا نوظفه في المكان اللي يستحقه. تمام تمام.
كابتن محمد، يعني انت شايف او نفسك تحقق ايه في الكونغ فو في الفتره اللي جايه؟ وانا نفسي اطلع ابطال، يعني نفسي يبقى منتخب مصر هو رقم واحد في العالم. دلوقتي موجود ايمن جلال ومحمود عاطف، جميل، دول يعني لعيبه مصريه ورقم واحد في العالم، ففي خامات موجوده في مصر بس محتاجه ان حد يوقف جنبها، محتاجه تشجعها بمعنى اصح. الخامات المصريه ما فيش، يعني العالم جميل. كله ما فيش زي الخامات المصريه، بس هي محتاجه ان حد يبقى واقف جنبها، حد يوقف يشوفها، حد يشجعها. وفي نفس الوقت احنا عايزين محمد صلاح شرف لمصر طبعاً. طبعا عايزين محمد صلاح في السله، عايزين محمد صلاح في أكيد. كل الالعاب طبعا طبعا كل احنا عايزينه في كل المجالات، في كل الالعاب محمد صلاح تاني يبقى شرف لينا طبعا. واحنا ليه ما نبقى زي البرازيل في الكوره، عندها مواهب كتير، احنا برضو مصر عندنا مواهب كتير، بس ما فيش كشاف او عين حلوه تقدر تطلع الناس دي. وفي نفس الوقت حتى الحته اللي قلت لحضرتك عليها اللي هي بتاعه الاستغلال بقى، مش هنقول الاستثمار، لان الاستغلال مثلا عشان يودي لعيب كوره نادي يقول له مثلا انا هوديك مقابل كذا كام الف مثلا، لا وبيمضي معاه شيك على ما اعتقد ان هو ايه، تفضل معايا سنه سنتين تمام، احتكار بقى اشرفي انا حاجه زي احتكار. انما اللي احنا عايزين نعمله ان احنا نطلع ابطال بحاجه رمزيه، حتى احنا بنبصين للناس اللي مش معهاش حاجه، والفكره برده المساواه، اللي مفيش امكانيات اكيد، احنا عايزين نوصل لاقل الناس دي بتبقى فعلا محتاجه دعم، مش باصين لها من الناحيه الماديه، انتوا باصين هدف قدامكم عايزين تحققوه خالص، ماديا مش باصين لها خالص. حتى احنا انا ومحمد قلنا الشعار بتاعنا التحدي مستمر، احنا لو ما معناش فلوس خالص احنا هننزل نصور باقل الامكانيات، وهننزل للناس، وهننزل عايزين نعرف. واحنا اخترنا اليوتيوب برضه عشان هو وسيله مرئيه تنشر. كنت لسه اقول لك ليه اخترت اليوتيوب، هو عشان يعني انا مش حابب مثلا يبقى اللي بيلعب رياضه الفريق اللي تحت ايدي، لا ممكن انت تلعب رياضه من بيتك، ممكن تلعب رياضه في الشارع، في اي مكان. في ناس ما بتحبش تنزل، انا قاعد في البيت بحب البيت، ابدا من بيتك، ابدا من بيتك. انت ممكن مثلا تقوم الصبح تلعب ضغط في البيت، تلعب بطن في البيت، تلعب يعني حضرتك عامل فيديوهات للموضوع ده. احنا بالنسبه لنا انا عن نفسي موجود الفيديوهات ان انت تقدري تلعبي رياضه في البيت، حتى احنا نزلنا تحدي ايزوتونيك سبيد ان تشغل عضله ساعد الايد، هو الناس شافت ان انت بتنزل الشارع واحد بيمسك حاجه في ايده وبيعمل كده، انت هدفك ايه؟ انا يعني حبيت ان انا برضو في اخر الفيديو اعرفه ان انت لو قاعد في البيت او على سريرك تقدر برضو تأدي التمارين بقل الامكانيات، يعني ممكن بازازه، بفوطه، مش شرط تنزل الجيم. طب بتبقى خطوات ولا يعني بتبقى في خطوه اولى خطوه ثانيه ان هو يعملها وكده؟ هو اهم حاجه التسخين، يعني انت لو قمت من بيت اول ما قمت سخنت دراعاتك وبدات تلعب اي حاجه في البيت، ضغط بطن عقله، مش هتضرك في اي حاجه. وبعد كده لو في امراض زي السكر، السكر ده الفكره برضو مش شباب وبس، انا بتكلم برضو على البنات، على البنات بتحب تلعب الالعاب دي وكل حاجه بالنسبه للرياضه، بتثبت تفوقها في اي لعبه. تمام احترمنا ليهم طبعا. بالنسبه للرياضه احنا عايزين الرياضه لكل الفئات العمريه، للاطفال وللشباب وللناس الكبيره، حتى احنا نزلنا في اخر تحدي بتاع الايزوتونيك سبيد بتاع العصب ده، احنا نازلين للناس الكبيره، حتى معظم الفيديو لو الناس دخلت على اليوتيوب وشافته مختارين الناس الكبيره، شفته، لان الناس الكبيره احنا عايزين نقول للناس الرياضه لو نص ساعه مشي في اليوم ده رياضه، انت بتنشط الدوره الدمويه، بتدي طاقه ايجابيه ليك، بتخليك سعيد، بتخليك قادر ان انت تعمل اعمال كتير. في ناس كتير سؤال يعني طرح عليا كتير من وانا في الكليه وانا في الجيم وانا في اي حته، ناس كتير تقول انا نفسي اروح الجيم ومش قادر، هو مش عارف، كسلان، او بيكسل او مش انا بالنسبه لي نصيحتي ليك انت نفسك تلعب حاجه ابدا فيها من بكره، ما تقولش هروح مثلا الاسبوع الجاي، ما تقولش مثلا انا مش شايف نفسي رياضي مثلا ان انا امشي بشنطه وامشي بشورت مثلا، لا ابدا جرب حياه جديده، الرياضه بتدي حاجات كتير حلوه لجسم الانسان، وهي الرياضه يعتبر يعني احسن حاجه بالنسبه لي انا طبعا، الرياضه احسن حاجه في الدنيا. طب كابتن محمد تحب تنصح ايه الشباب اللي حابين يلعبوا كره قدم زيك؟ انصحهم ان هم طبعا كاطفال يهتم احنا بنتكلم كاطفال وشباب، اي حد عموما انصحه طبعا يهتم في الفتره اللي احنا فيها بالجانب البدني، الجانب البدني رقم واحد دلوقتي في الكورة، يهتم بالجانب البدني. تاني حاجة تتمرن تمرين دوري، اللي هي بيمشي على طعام تمام، بيمشي اكل نظام غذائي معين. الرياضة عموما هو مثلث، بيبدأ بالاكل رقم واحد، تاني حاجة النوم صح 8 ساعات، تالت حاجة التمرين صح، مشيت على المثلث ده صح هتوصل للي انت عايزه في اسرع وقت.
نقطة من الخطوات دي، نقطة من المثلث دي حصل لها دروب انت ما مش هتقدر توصل، هتوصل بس بعد وقت طويل، وقت طويل. تمام. بس طب كابتن محمد، الكونغ فو طبعا لعبة جميلة جدا، وعاوزين نفهم بقى نصيحة للشباب. هي نصيحة للاستمرار، يعني في اولياء امور تقول لك انا هودي ابني يلعب الشهرين بتوع الاجازة وبعد كده ايه اقعده، وبعد كده يبقى يروح تاني في الاجازة. نفس الكلام برضه في الكورة. فانت كده انت وديته، هو حب اللعبة، فانت هو بدأ ينتج فيها، فانت قعدته خلاص، هو بقى جسمه نزل اكيد، يعني مستوى نزل. ده كمان بيشوف هيجي تاني هيبدأ من الصفر، بيبقوا جسمهم كويس جدا وراضيين، اول ما بيقعدوا بتلاقيهم بقى ايه كل الدفوات باني. تمام. القعده دي حاجه اسمها الاحتراق الرياضي، خدناه عندنا في الكليه. يعني احتراق رياضي، الاحتراق الرياضي هو ان الانسان الطبيعي بيمارس رياضه بشكل مستمر، لما يجي يقعد بيحصل له اللي هو الاحتراق ده. حاجات كتير في الجسم بتتغير فسيولوجيا، بيبدا الدهون بتاعته بتتراكم يعني عشان بياكل وبيقعد كتير، مفيش حركه زي الاول، بس فبتبدا بقى يبان الاثار الجانبيه بتاعتك. طب معلش ارجع لدراستكم تاني، اشمعنى اخترتوا الدراسه دي بالذات؟ اللي هي دراسه حضراتكم كره القدم، حضرتك درست كره القدم؟ تمام. وكونغ فو؟ تمام. طب حضرتك ليه اخترت كونغ فو؟ عشان دي ده حب انا. ده حب ولا مجموعه؟ في حد معين؟ لا مش مجموعه. انا بالنسبه لي كان نفسي اخش التربيه الرياضيه. انت كان نفسك تخش الكليه دي؟ انا كنت عملت حادثه وانا صغير. تمام. كانت الحادثه دي كان بموتوسيكل ريس، وتوفى فيها اعز اصدقائي واخويا، بحب يعني انا فاكره طبعا على طول، محمد السيد صاحبي الله يرحمه. فالحادثه دي عملتها، كنت نفسي العب كوره، وكنت خلاص همضي في الاتحاد السكندري وبقياده كابتن حسن ابو عبده، كان رئيس القطاع. وحصل الحادثه دي، قعدتني في البيت طبعا، كنت متدمر من كل حاجه، نفسيا طبعا وكان جسديا وكل حاجه. قدرت ان انا الحمد لله بعديها ان انا اعمل تقويات، وان انا نفسي ارجع تاني. ده كان السبب اللي خلاني اخش تربيه رياضيه، حتى لو انا ما كنتش هبقى، ربنا مش كاتب لي ان انا ابقى لعيب كوره، انا اقدر ان انا ابقى مدرب، واقدر ان انا اكمل في حاجه انا بحبها. واكيد في حد قدوه ليك. طبعا كابتن محمد ابو تريك، يعني ده قدوتي رقم واحد في حياتي، في اخلاقه، في لعبه، في كل حاجه. كابتن محمد ابو تريك طبعا شرف لمصر كلها. طب كده احنا عرفنا كره القدم، عاوزين نعرف الكونغ فو، مين القدوه؟ ايمن جلال هو بالنسبه لي رقم واحد. طبعا احنا بنتمنى لحضراتكم ان انتوا طبعا ابو تريكه والاستاذ يتمنى طبعا المثل الاعلى بتاعه أكيد. ونتمنى ان احنا نشوفكم ان شاء الله في السوشيال ميديا على اكبر القنوات الفضائيه. ربنا يخليك. الوقت بتاعنا جري للاسف، والفقره بتاعتنا انتهت، بس طبعا ان شاء الله تكملوا مشواركم ان شاء الله. حابين تضيفوا حاجه او تقولوا اي حاجه للساده المشاهدين؟ والله احنا الاضافه الوحيده المسانده، احنا عايزين الناس تساندنا، احنا بنعمل محتوى أكيد. رياضي هادف، مش دخلنا، لو دخلنا على اليوتيوب او على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي هنلاقي الناس بقت متجهه للحاجات التافهه والحاجات اللي فيها ضحك وهزار. احنا بنعمل حاجه عايزين نساعد فيها الناس، ومش لاقيين فيها ان حد يدعمنا، مش لاقيين حد. انا صحي عندي، محتاجين الدعم مش حاجات تانية. احنا بنتمنى لكم مستقبل باهر ان شاء الله. ربنا يخليك. شرفتونا في اسرار الحياه، وبتمنى يكون الحلقه استفاد بها اكبر عدد من المشاهدين، والى اللقاء في فقره جديده ان شاء الله.